في الأول كنت بتكلم على الرسم يعني كنت بقوم بالرياضة الجذر وكمان الرياضة الجذر الرسمي من هذا الطالب بشكل عام عبر الرسم بستعمل الفكرة بس لما الرسم في عبر الرسم لما تيجي كل العمل هو الطالب عارف أنت بتقوم بستعمل ال تمكوسي ده الرسم ده الرسم في عبر الرسم تلحين الصورة اللي يجي من فرصة CD دي من الصورة مع الأرسلي عشان خاطر تقدر تستعمل الدمش زي CD و CR و F من كل الآن تمام؟ يعني كنت يجب تتكلم عن البالانس البالانس ميلي اللي يكون كمتاكس موجودة اللي هو C C++ في الأول الانتجر لأن كل ده بيبقى حد الباري والدوري الدوري بيبقى 4 بايس في 6 بيت سيستم وتمانية بايس في 6 بيت سيستم ده مش دايما يعني بيبقى موجود لا بس في اغلب الكومبايلرز هم بيستعملوا كده 4 بايس في 6 بيت سيستم وتمانية بايس في 6 بيت سيستم تاني حاجة الفلتر اللي هو تو يعني مش ماشي اي كومبايلر مش مشكلة الفورتنج بيبقى كل 4 بايس ده مين بيستعمل لو في مثلا سيكل 2.5 انا بيعمل يعني بيعمل كده لازم نسمي الفلوت ده المبنى حجمه اكبر تبقى حجم الفلوت وبيديك اكيرسي اكبر فدايما يعني لو انت مش عارف تستعمل مين استعمل دبل دوت يبقى يعني عندك كمبيوتر بيقول كتير تعالى شويه استعمل دبل دوت ده يعني محتاج دبل دوت اخر حاجه البنيه البنيه اللي هو عامل واحد واللي هو مسموح له تو بس الفاليو بس نعم طيب هل تريد نتكلم عن اللوكال واللوكال فايلز فلأس أنا نشوف الإزامبل ده الإزامبل ده أنا أول حاجة هنا أنا بالفايل فانكشن اسمها لينك بتاعي كده كل التعامل هو بالفايل فاليو هو الفانكشن بعدين هنبتدي بقى الانكريمنت اللوكال هيزوده 1 الى 6
simple, in static, that في value is similar to a function, يبقى value ده هيتعرف أول ما هو بس function من ده كله. بعد كده لو عايز يفرق بين function دي مش هيعرفه value دي. هيستعمل ال value اللي كانت طالعة من كل اللي قبليه. زي هنا بس. أول مرة عملت value في int عارف ال value ده جديد وخلاك خمسة. لكن عملت ال value تاني باك سكت. تاني مرة بدلت ال value. بقى ال value السنة دي بقى ال function دي معناها كلها كده. تاني مش هخلي السنة دي بقى 5 دقايق. خلاص انا عملتها كده مرة تاني. المرة دي انا هاخد ال value اللي جت من اول السنة لما الفانكشن المرة دي خلصت واحط المرة دي. لان الفانكشن السنة دي لما الفانكشن اول مرة خلصت كانت 6. أخذت السنة دي حتى وقت السنة دي دلوقتي. مش معقول؟ كونستنت لا الكونستنت كونستنت على الكونستنت لو جينا مثلا كونستنت على الكونستنت يطلع زي الوضع بعدين يشيل على الكونديشن
how many should I have said? I think it's a lot of functions, because of menus, because of this. It is our functions, but we need handle, we are not able to do that second group, but the creation of function. The creation of this is only key functions in hand. Okay, what's that? But that guy, when you talk about it halfway, you look like Ash Adam, so there's not, if you're in there, my word was that value, we're in there, my word was that. So the LD, you look at it, and where we're in there, my word was that. But then, that's not only the iteration. And what's the function of the value? Usually that, then the current will receive, the current will receive in the calendar, in the definition of that function, to move it. And you need it. That's the only thing that happens with functions that are coming out. And the time that you do that, you have to do that. And that's a good example, like you put it in the wrong. Is it a good number?
z equal back. Dual function. أول حاجة هاخد الزاد الحتة فيها والتانية موجودة في إكس زائد زي موجودة في واحد. فـ dual function الزاد هتبقى بـ 2 زائد 3 زائد 5 تمام؟ وهحط جوه الإكس تاني شايفين كام؟ مش عارف طب هاتوا هنا يعني عند الريجوليشن هنا يعني اسبان هو عند الريجوليشن الفانكشن مثلا دلوقتي بتساعد الفانكشن ساكنه الفانكشن فلو انا مثلا اخش وجيت انا عملت الفرق او السكس معرفة هنا سبيشال
اسم student. نخلي فيه array of characters اسمها ايه؟ 12 و integer نسميه id. بعد كده في المهم باجي بعرف array جديدة الفايل بتاع students. فعشان بس انا ممكن نبص على Yes, it's already been.
يعني بعد 24 ساعه بس ثانيه. حد عنده سؤال او مشكله في الكلام ده؟ طيب خلاص انا هقول لك.